السلام عليكم، ورجعنا لكم ثاني مع لعبة الجار المزعج أو الجار الصامت أو الجار السيء. هي كل دولة ولا اسم، هي اسم الحقيقي للعبة جار من الجحيم، عشان نشوف اللعبة ونشوف طريقة اللعب. خلينا نشوف المقدمة مع بعض. هلو، هاي وين وراك وانا؟ هاي كمل. احنا وين وصلنا اساسا؟ هاي الدرجة هذه العشرة او سبعة ثمان، فعلها بنفسك او جنون اللياقة. يلا مجنون اللياقة. وقد قرر الجار اخيرا ان يفعل شيئا حيال اول من المتزايد بخفف الولد. بحاول تجنون كل شيء بدم رفع الاثقال وقمت حتى تمارين اليوغا من اجل الحصول على عضلات البطن المثالية. يلا نقول بسم الله. هو فين؟ صاحبنا وين؟ صاحبنا في الدور الثالث كويس. طيب هو في بدروم تمام. هو من طلب السريع متأكد الحركات أو حركاته وين؟ هذا فوق في الدور الثالثة. خلينا نشوف تحت، هو تقريبا مش نازل تحت عندك. شوف مش قادر يتحرك على الترابولين. يلا بيحاول. وين راح؟ انزل. عنده كلب. عنده كلب. طيب صح؟ نزل تحت. تحت الشيو. في البدرون. ممكن دقيقة. البدرون بالضبط. هذا كل غرفة حاط فيها آلة يتدرب في أي مكان يتمرن. ايش هذا؟ اوه اطفال. حبل او نط الحبل هذا او المقلب. انا واحد هذا اول واحد. طيب طلع فوق الحمام. مش داخل الحمام.
نزل بدروم شوف البدروم وكذا خلينا نقول انت الاول هنا حماس في الشيء تحب نشيطات نشيطات تجعل الناس اقوى ما يمكن فوق فوق في الدور الثالث الدور الثالث عند السماء ننزل ها نزل البدروم تمام المي هذه شيء او ممكن حبلة لا خد شو اسمه اللي في نص الكوزر عند اللوزان اللي يرفعها نطلع نحط الكوزر لا ما زال فوق مطبخ شوف البيت هو حيروح المطبخ هو رايح المطبخ لا طيب هذا وين حظ هذه ممكن فوق اعتقد السباك يجمع فيها خلينا نشوفه شو دخل المطبخ دخل ضعيف هنا الله عليك هو نازل بدروم تو تمام لا تحت نزل تحت انا حاسس بطلع علي تحت اطلع شوف الثلاجة نرجع للوضي نحط المنشطات يمكن شوف الثلاجة اختيابي اختار البيض عندنا بيض اليوم كلب الكلب جري 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 وين راح خزانة لا 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 انا ما ادري ليش نزل هذا رقم كان ليش نسوي هنا طيب شوف جرب اجانا طلع طلع اجانا سريع على سريع يو الله سريع على طيب احنا ايش نسوي الكتاب هذا في الدور الثاني تقريبا وين ما هو وين هو وين فوق الدور الثاني على اليسار الكلب حتى علق ولا ايش؟ لعبة فيها جلتش شفته كفو شوف التمارين كيف ما احنا مفروض حينزل مش نازل وين؟ طلع فوق طلع هو تقريبا الكتاب عند التمارين فوق لا ممكن او مكان هذا الكتاب مكان هذا مكان هذا بالضبط جري 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 فوق روح المطبخ المقاعد المطبخ في الكلب هو حيروح المطبخ احنا ماشي جيري نزل تحت تمام كويس ممكنه
تمام. وهذا بس هذه ما مش عارف ممكن ممكن تحت او هنا علي. لا لا تمام معك جرب هنا. طيب في شيء تاخذه من براندم تحت هو خذ احتياطاتك انت خليك عند السريره تحبل وين تحبل خلينا بطلع برا ممكن ننسى ماشي هو وين لعبه الحبل ممكن رايح الكتاب تو بيروح الكتاب لا 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 قال ترى مرة واحدة يصيبنا خلاص. لا خليك انت خليك حذر واحدة واحدة. طيب خليني شوف المنشار شوف المنشار هنا. وين تو يكون طالع بس لا تكون طالع لا لا خليك تحت السرير انت افضل شيء عند الكتاب ما طالع هيرجع الكتاب ما ادري هو رجع تو عندك ولا نفس شوف الكرش كيف طيب ما احنا حناخذ الحين المنشار تقريبا المنشار حق العضلات وين منشار تمام نظبط حاله ولا شو؟ لا بس مطبخ احنا كيف نروح المطبخ؟ مطبخ خليه اخر شيء انزل انزل خلينا نشوف هو وين رايح نزل تحت تمام مطبخ خليه المطبخ لان في كلب خلينا نجرب المنشار وين منشار منشار ممكن نقطع هذه حقت ال الاطفال ممكن تمام هو مضبوط نجس بالله خزانة خزانة هنا ممكن ناخذ حاجة ممكن عايشة اللي يطلع انا جنبك ولا نفس ولا نفس جنبك طلع فوق طلع ننزل الادراج ما فيها شيء اللي جنب الباب لا احنا شفناه خلينا نشوف منشار منشار في الحل هنا عزوه هذا انا ما اعرف وين فوق لا فوق هذا وين هذا راح المطبخ راح المطبخ لازم نسيح طيب المفك هذا دقيقه المفك هذا في الباسك اللي جنب ال هذه في الضبط بالضبط نزل ولا وين نزل هاي مرة لا بس بعدها ما أدري فين تروح
عاد نشوفكم. اوكي اربع لقاءات وباقي عندنا واحدة ضمينة لي باقي ثلاثة خلاجها وين تو الخلاط هذا ايش هو الخلاط هذه هذه حقت ال شربه ولازم في مكان يفسخ هذا اعتقد لك فوق فوق بس فوق شوفوا وين تو نازل تحت هذا ايش اللي يسوي تحت ما في طخ شمسيه في بيبي اليوم عنده ما ادري والله ما قدرنا انا اشوف هذا يلا باقي ثلاثة لا في الدار في الدار عنده زور وين الدار؟ عند اللي نط عليها هو تحت ادخل المطبخ خلاص بعد المطبخ خليك تحت السرير هو جليتش في اللعبة المطبخ بس ايش اطلع فوق على السرير شوف الثلاجة فيها فوق 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 جري 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 فوق 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 على السرير على طول تحت السرير تحت السرير على طول تحت السرير حد ما يكمل حد لا كويس هو الحين اذا ينزل تحت يعني يمدينا نسوي اي حد تمام باقي اثنين باقي خلي الكلب يصحى او الثلاجه ما فيها شيء ما قدرنا نوصل الثلاجه والخلاط في شيء اكيد لانه ياخذ لنا مشروب بعد المطبخ تحت على طول اعلى الخزان بعد الخزان خلينا على طول لا لا خلاص ليش على الخزان على الخزان لا بيدي هنا يا الله باقي اثنين حرام لقد فشل حظ أوفر المرة القادمة هذا مطبخ جنني طيب أول شيء نأخذ هذا على طول أسهل ونأخذ الشنطة ونسوي لها الحبل ونروح لدورة التنمية دورة مياه ها فيها تمام تمام ننزل تحت فوق صح؟ لا فوق فوق انزل بدرو هو منين ينزل حتى لا انا تطلع لا لا اطلع هذه هنا اطلع هنا خذ المفك الغسالة فيها شيء غسالة لا بعدين احفظ الربط خلنا وين مش عارف او خلي نازل اطلع فوق تمام اطلع امام وين اطلع من المطبخ
ولا ما يطلعش من المطبخ؟ اها لا لا يطلع من المطبخ. هو الخلاط هذا في شيء يشرب منه في شيء فوق 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 عليك ما ترى خذ النشاط شوف شوف تمام خذ النشاط وانت اللي يبقى ما زال هذول تقريبا اخر دور صح؟ اعتقد وين رايح؟ تمام جاء عندك ننزل؟ شوف انزل عندي ننزل سريع وبي اوكل السمك بالمره انزل السمك عديد في سمكة في الصين سمكة الأرض نروح المطبخ مش المطبخ ولا المطبخ تمام خود خود نزل 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 ايش 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 وقت الحزان على طول يا ساتر يا ساتر نزل سريع جري كأنه شافه لا لا أنا بعودك يعني. يطلع يطلع يطلع. تام ها بالضبط. فتح الثلاجة شوف الثلاجة في شيء. لا لا مش هذا. هذا بيجي. هذا. أيوه هذا. سريع سريع. هذا كير. أصعب رب العالمين. لما يتكلم على طول هذا الوقت انت يستغرق روح البحر هو ذحين يشوف الكلب شغال لو نطلع يمكن هو يروح بعد هذا الكتاب بيرجع الكتاب فوق ياخذ وقت الكلب اللي يطلع لا والله مشكلة مش مشكلة في الجلاب اللي جنب البر هو وين رايح طلع طلع فوق هو شوف اطلع فوق رمزي تقريبا اطلع اطلع وين شوف وين موجود شوف وين موجود تقريبا اللي معك حتى مكان اللي لابسه في رجله بس كيف يعني موجود كيف هو ينط ممكن صح تقريبا كذا يعني اكون تحت السرير مثلا لا مش تحت السرير تدخل من الباب لانك حتكون الباب في ظهر تحت السرير حتطلع قدام اعتقد كذا ان شاء الله كذا رجع رجع للمطبخ انا خليه ينزل تحت طيب هو في المطبخ طب خلينا نشوف وين
يطلع عندك بس. ووقف في المكان. أعتقد أنتظر لما ينزل تحت بعدين راح. ممكن هو يسوي التمارين تحت. ممكن تحت ما يسمع. ممكن ممكن بي. لا لازم نشوف هذا، هذا صعب. يا راجل فشلت. طيب يلا الحمد لله رجعنا، ما ادري انا كيف نسوي في المطبخ. احنا بقينا كم اثنين صح؟ كان بقينا اثنين تقريبا. المطبخ هذا كبير لا ينزل علينا بعد. لا مش حينزل. طيب احنا جينا اخذنا حاجه اطلع فوق الحين ولا نشوفه وين رايح. شوف كيف نرجع. الله وين فوق هو الحين هو شو بيجي حينزل؟ لا فوق خلينا نسوي خود الحبل واللي تحت يلا. لا نازل في الدور الثاني. طيب حيروح المطبخ صح؟ يعني مدينا ننزل تحت؟ احنا ننزل البدونة على الفوق. هو ما معنى الاشارات. شوف هذا تدو هذا هذا ناطر. يلا هذا واحد اثنين. خلينا نتحرك سريع قبل ما يرجع. خلاص مش مشكلة. والله ممكن تدخل تحت بس. عدت تحت بعد مش عدت الغرفة. انا نسيت هو حيروح فين. بتشوفه امشي يا ابني. بالكليك كليك اليمين. كليك اليمين يمشي يمشي ولا وين جربه؟ في المطبخ اكيد. طيب خليه يروح. تمام اطلع وبيتأخر اساسا. هذه اكيد هنا. بس هذه انا مش عارف انا احطها. ما هذه جربها في اي مكان ثاني يلا مش مشكله. تقريبا جربنا ولا طالع ولا داخل. لا هذا بياخذ الكتاب يتاخر. لا
غرد فيل فيها جلتش معلق ثلاث مرات تقريبا في حد اسمه بياكله تقريبا في حد اسمه بياكله يعني مشتهي الضرب شايفك تطلع قدامك كل شوي يا رب بيض او الك لا 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 الوحدة ناخذ هذه الثانية تمام ناخذ هذه فوق تمام تتطمر هذه الرابعة خمسة نربط الحبل ولا ربط الحبل لا لا تطلع لا تطلع شوفوا هنا راي ده فوق لا هو رايح نطلع نطلع يلا يلا الدور اللي فوق 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 هو رايح هذا تحت تمام تمام هل ناخذ المشار من البرامج شكل الكتاب غير الكتاب خلينا ناخذ المشار صح شوفه وين طلع دقيقة 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 خلاص حط ال عند اللي ينط بعدين ونزل تحت على طول ولا ياخذ وقت حرام يا شوي تمام رايح
فيلم هدي 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 طيب المتشار تحت في البدروم عمكم البدروم يلا أفضل وقتين ودي جرب الشوز بالمرة ها مكان فيها مكان فيها مجرد مدن شوز من الوقت إلى مدن يلا حبيبنا يلا فجينا الثلاثة خليك منبطح خليك او كم طبعا يوغا الشوز كامل يسوي في المطبخ صح؟ خلينا نجرب الشوز في المطبخ حتى لو جاء نزل على الخزانة على طول بالمرة لا 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 حاسب لا لا حاسب ها تمام كابل 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 موضة يا الله لنا أول اثنين صح؟ تقريبا كده اثنين حتى شو مشتغل اثنين اثنين تسعة اثنين تسعة طالع فوق يجرب المطبخ واحدة واحدة باقي واحد ولا اثنين باقي اثنين صحيح
باقي واحد يا بس مو مصدق واخيرا شنب شنب كذا كمان مرحلة اللياقة البدنية ما وزنه